انا واحد السيد يعني مهاجر كان عايش على برا في بلاد المجر، مشيت واحد المده طويله في السبعينات، شريت تريف الارض انا شريته في 97. انا اللي بنيت هنا الاول هنا في هذا في هذا في هذا الحي هذا، وبنيت الدويره ديالي يعني طلبت بلدي السيد الرئيس عطاني الرخصه الله يجازيه بالخير ما كاين حتى شي مشكل. السيد اللي شريت عليه مات الله يرحمه قال لنا ما كاينش البني قدامكم الارض ديالو هذه، قال لنا هنا واحد انشيت شي مرسو صغير كيبقى، ولقيت فيه زباله بعدا كلشي كاين واحد الزبل فيه ديال الحي الوفاء، هذا الحي ديال الشارع بوحنيني كيهود من الهيه الوفاء الناس كتلوح الزبل هنا كلها. جيت انا طلبت الرخصه طلبت البلان ساعدوني الله يجازيهم بالخير السلطه، بنيت الدويره ديالي مشيت طلبت مشروع قهوه درت ملبنه من البناء، السيد الرئيس الله يجازيه بالخير عطاني الرخصه ما كاين لا تبع لا متبوع، عطاني الرخصه شافوا قدامي ما كاينش البناء عطوني الرخصه حليت المشروع ديالي كندير الخدامه يديروا من البناء يعني خدامين خدام واحد خمسه الناس معايا ايوا خير ربنا وبنحاول نشدونا بناكل الخدمه كان هذا مع هذا المر سدينا يعني الخدمه قليله وانا كنمشي على برا هذين وكنجي. دابا انا تفاجات دابا هذه 26 عام عمر شي واحد ما جا عندي وقال لي هاد الارض ديالي نهائيا. هذه 26 سنه درنا الغاز درنا شوف القم راه قطعناهم ورجعوا درنا القم تبارك الله راه كنسقيه الجرد ازير فيها جميع العشوب اللي بغى شي حاجه كيديها وانا كنشطبها وكنسقيها. هذه دابا راه حنا قرب على 30 سنه هذه وانا هنا، وكان جا واحد وقال لي هذه الارض ديالي والله ما نزيد فيها زايده ولا نقربها ولا نمسها، انا ماشي نمشي للارض الناس نعيش غير في النواله وما ناديش الارض ماشي ديالي سواء جمع. هذه الارض دابا ولات محسوبه تبع البلديه ديال الدوله، جات الدوله قال لي الدوله دار شي حاجه مرحبا انا ما نهربش من السلطه. ودرنا عريضه راه في 21 صيفطناها السيد العامل المحترم، علمنا السيد الرئيس البلديه حتى هو علمناه، علمنا الدائرات كلهم علمناهم بان السيد كيهجم لي على الارض. قال لي غنجيب هي حديقه هي في البلان انشيت ما عرفتش انا، قالوا لي ما كاينش البني هنا انا ما عرفتش ما انا ما عرفتش شنو قال لك هنا انشيت ما كاينش البني، لو كان البني ما يعطيونيش نحل الاتجاه ما كاينش بلان قدامي، كان البلاد خاويه زباله كيلوحوا فيها الزباله. جيت انا حيد ديك الزبل شي حطوا فيها الطوموبيلات والزبل، جيت حيد داكشي كلشي علمت القايد واحد القايد داز هنا مسكين الله يجازيه علمته قال لي ديرها دير جريده وحلق حيد هادشي كلشي عند الخبر السلطه كذا هو طلع لي ان الطريق عموميه رئيسيه شي طلعه هو هذا الطريق كبيره عندنا والحي الشعبي من وقي الجرده كنخمل والله العظيم عندي كل شهر عندي دائما ديك 60 درهم زايده زائد كنخلص 50 درهم ديال الماء كنخلص 100 درهم وزياده حتى 200 درهم ديال الماء كنبات نسقي وندير نوار ندير هذه الغرس باش يعيش. ما عمر حجة قال لي انا حيد عن الارض ديالي ولا ولهذا عندي دو فصاد في البلان وعندي الرخصه من البانه عندي الرخصه كنخلص عليها القانون ديالي. ودابا كنتفاجئ درنا عريضه 20 الناس هاد الناس هادو كلشي حدا الجاليه المهاجرين كلشي راهم على برا هذه قبالتي وهذا الحي واحد عشرات ديال كلشي مهاجرين ناس مساكن كلهم راه على برا كل هنا راه يوقفوا معايا كاملين محيث الى ما خلينا شي الى سدينا هنا راه الحي غادي يتسد كامل يعني غادي يبقى الطريق داخله ما الدار ديالك ما تشوفهاش. جا واحد السيد قالوا لي كيف فهمنا شي ارض فيها المشاكل هو كيحف عليها جا عندي ماشي السلام عليكم الله يعاون ما كنعرفوش. قال لي يا مولاي اجمع لي انا راه غنجيب تراش نجمع هذا الزبل كلشي اللي عندك هنا هذا الحديد وهذا القم وكلشي غنضرب كلشي. قلت له شوف الله يجازيك ما تكونش عشوائي احنا عندنا السلطه نسولوا السلطه ديالنا كاين السيد العامل في البلاد كاين السيد رئيس البلديه كاين كل شيء الحمد لله حاضرين. الا قالوا لك اجدي هديها انا غير مسكين انا ما غادي نتعرض لك ما والو انا لا الا جا السلطه وقال لك ديها انا ما نقدرش نتعرض. ايش عندك القانون ديالك ودرتها بالقانون الله يعاونك ماشي بحالي هادشي اللي كاين. وانا دابا كنطلب من سيدنا الله ينصرو الله يخلي لنا سيدنا ويخلي لنا السلطه ديالنا كلها المغاربه كلهم الله يجازيهم بالخير. احنا مهاجرين كنجيو كنوقفوا مع المغرب انا راه كنشطب الدنيا كامله كنشطب هنا ونشطب جهه اخرى وكنديروا عمل خيري بزاف فيما هو العمل كنديروا انا كنبنوا مساجد في بلايص اخرى والحمد لله كنبغيو الوطن ديالنا كنموتوا عليه وكنبغيو سيدنا الله يخلي لنا كنموتوا عليه كنموتوا على السلطه ديالنا كلها عزيزه علينا في من هي والمغاربه كلهم
وكنطلب من السلطات يعني نتظر في هذا الشيء. الا كان عنده الحق ما عندوش الحق يبعد علينا الله يجازيه بالخير. انا هذه الجرده 25 عام وانا نسقي فيها الماء، لو كان جا قال لي ديالي علاش مشي ليها؟ انا قالوا لي السلطه كلها كتقول لي بان ما كاينش البنينه. سولت انا الحضاريه ما خليت ما سولت العماله كيقول لك الحضاريه كيقول لك هنا ما كاينش البنينه سي تين الشوت يعني ما كاينش البنينه. لا في البلان عندنا اين الشوت يعني ما منطقه خضراء خاويه ما كاينش البلان.